بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے پڑھنے کا آن لائن یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ الحمد للہ العظیم ہم نے تیسرے پارے سے شروع کیا تھا، سورۃ البقرہ مکمل ہوئی تھی، آج ہم سورۃ آل عمران کے تیسرے رکوع سے شروع کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگوں نے گھر کے اندر اس رکوع کی مشق کرنی ہے اور تلاوت کرنی ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم سورۃ آل عمران کے تیسرے رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا
فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف اسٹوڈنٹ. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے میں سورۃ آل عمران کا تیسرے رکوع کی تلاوت کی ہے الحمدللہ العظیم. آپ اسٹوڈنٹ آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اس رکوع کی مشق کرنی ہے اور اس رکوع کو یاد کرنا ہے. شکریہ.